فيرست كويستشن ممكن كالكليتر عشان ده كومبليتد تشوز عادي كالكليتر مش محتاجين ستيبس فيها خلاص. من غير ستيبس بقى احنا بنعمل بلس للباور لما يكون سيم بيز. يعني هتكون روت 3 باور 8 خلاص. الروت بيطير الايفن نمبر بيطير الروت بس نعمله ديفايد 2 يعني هتبقى 3 باور 4 يعني هتبقى الاجابه 81. طلعت معاكم 81 بالكالكليتر؟ الانسر ايكوال 81 بالكالكليتر. تمام. نيجي بقى اللي بعديها x بلس y ايكوال 5 واكس ماينس y ايكوال 3. احنا دي بنعمل لها فاكتورايزيشن وبعد كده بعمل سبستيوشن للبيرنسز دي. انا عندي هنعمل فاكتورايز للايكويشن اللي عندي دي. انا حليت الامتحان ده قبل كده. اللي عملنا ليه 3 تايمز 5 الفاكتوريزيشن بتاع x باور 2 ماينس y باور 2 يدينا ال x بلس y تايمز ال x ماينس y يعني يبقى 3 بلس 5 ايكوال 15. نيكست بيج مستر. هو احنا عملنا نمبر 2 ازاي؟ نمبر 2 عملناها ازاي؟ احنا لو عندي دي بعمل لها فاكتورايزيشن. دي يطلع عايز احلها فاكتورايزيشن بيكون عندي difference between two squares يبقى عندي x x مره نيجاتيف ومره بوزيتيف بعد كده عندي هنا y y. هو مديني بقى ال x minus y ب 3 وال x plus y ب 5 بنعملهم تايمز زي ما هم موجودين تايمز يبقى 15. تمام. Next page x minus 6 equals 0 فنحلها بقى equation. تبقى الإجابة x تبقى اكس يبقى 6. هاي كده عندي دي شايفين هنا واي كيوب ديفرنس بين تو كيوبس تمام. فعندي هنا ازاي؟ لان الكيوب روت بتاع ال 8 هيدينا 2 اللي هي اهي موجوده هنا. بعد كده بنجيب ازاي الميدل تيرم؟ بعمل فيرست تايم سكند باي انفرس ساين الاجابه هتبقى هنا 2 اللي بعدها كالكليتر او من غير كالكليتر. كالكليتر هتطلع 1. يلا ندخل على تشوز. هتبقى 7 ماينس 6 ادينا 1. يجي بقى اللي بعدها اكسبريشن. عندي دي عايزينها نخليها بيرفكت سكوير. امتى تكون بيرفكت سكوير؟ لو قدرت اعمل روت للفيرست وروت للسكند تايمز 2 خلاص. فانا عملت روت للرقم هنا وعملت له تايمز 2 اداني 8. فنعمل 8 ديفايد 2 يدينا 4. يبقى هنا كان اكيد مكان الاي كان كام؟ 16. ممكن نعمل تشيك نعمل روت 16 يدينا 4. 4 تايمز 2 يدينا 8 اللي هي الميدل تيرم. Next question عندي dies فبيقول لي appears 7 on upper face. طبعا
الدايز ما فيهوش 7 اساسا فا امبوسيبل يعني 0. بعد كده اي حاجه ال1 ده هنخليه 1 باور 0. فانا عندي باور ايكوال باور يبقى اكيد البيز ايكوال بيز. فكده عندي اكس اكس بلس 3 فانا عندي x بلس 3 ايكوال 1 يبقى x ايكوال كام؟ 1 ماينس 3. 1 ماينس 3 هيبقى r ماينس نيجاتيف 3. ينفع نحط ار، ينفع نحط مكان الرقم ده اي رقم تاني، بس اهم حاجه يعني كلمه ار ماينس يعني ينفع كل الارقام ما عدا مين؟ ما عدا 3 ولا نيجاتيف 3؟ لا ما عدا نيجاتيف 3. ليه بقى؟ عشان لو حطينا مكانها نيجاتيف 3 يبقى كده هيبقى 0 باور 0 مين لس. يجي بعد كده اف ذا ايج اوف كمال now is x years. بعد كده then age 3 years ago. ago يعني minus يعني معدل ده. يبقى تبقى الإجابة إيه؟ x minus 3. x minus 3. x minus 3. multiplicative inverse بتاع ال 1. ال 1 عملنا multiplicative inverse يعني 1 over 1. 1. يبقى 1. تمام نيجي اللي بعدها دي. عندي هنا 3 باور 3 اتكررت كم مره؟ 3 باور 13 اتكررت كم مره؟ 3 قصدي 12. لا لا اتكررت كم مره؟ احنا 3 باور 3 ثلاث مرات. يبقى 3 باور 4 خلاص يبقى الاجابه تبقى 3 باور 4. ممكن الكمبيوتر هيطلع الريزلت اللي هنا زي الريزلت اللي هنا. بعد كده نشوف في الامتحان هيجي لنا فاكتورايز فنركز بقى على الفاكتورايز نشوف الفاكتورايز التايب بتاعه ايه. فاكتورايز 1 2 سكوير بيرفكت هنشوف حاجات زي كده. خلاص فانا عندي اول حاجه دي ديفرنس بتوين سكوير. ليه ديفرنس بتوين سكوير؟ عشان في ماينس في النص. في عندي ينفع الروت للفيرست والروت للسكند يعني كده الريزلت بتاعها هيكون دبل براكت مره بوزيتيف مرة نيجاتيف. نعمل روت للتو تيرمز فتبقى هنا 3. مستر هو احنا هنعمل روت 9 وروت نيجاتيف 4 ولا كيوبيك روت؟ لا روت، لا روت لل 9 وروت لل 4 مش نيجاتيف. تمام 3x 3x وعندي ال 4 هتبقى 2 2. بعد كده اللي بعدها دي تمام اللي بعدها دي برضه اللي هي الفاكتورز نمبر 2 اللي فيها الكروس ماينس واحده بلس. فدي كويس عشان ماينس واحده بوزيت واحده نيجاتيف. خلاص الواي بقى نعملها على الكالكوليتر. نعملها على الكالكوليتر. طب اعملوها على الكالكوليتر شوف هيطلع معاكم ايه الاجابه. مود 5 3. الاي ب 10 والبي بنيجاتيف 7. ما اعرفش اعملها دي خالص اصلا. والنيجاتيف 12 اللي هي السي. دوسي مود 5 بعد كده 3 هيطلع لك اي بي سي. الاي اكتبي مكانها 10 ودوسي ايكوال. البي نيجاتيف 7 ودوسي ايكوال. والسي نيجاتيف 12 ودوسي ايكوال. شوفي بقى الريزلت هيطلع كام. 10 وكام؟ نيجاتيف 7 ايكوال مستر طلعت اول واحده 3 اوفر 2 وتاني واحده نيجاتيف 4 اوفر 5. هنعملهم اللي هو ملتبلاي بعض اللي هو الاوليه طلعت كام؟ هنعمل الاكس ملتبلاي ال 5 مره وملتبلاي ال 4. مش طلعت عندك 3 3 اوفر 3 اوفر انا قصدي على الثانيه معلش. ليه كده؟
ماشي. هو في عدد مرتبط الأولى هنعمل x multiply 2. الرزل التاني طلع كام بقى؟ هي تطلع 2x minus 3 أيوة. وتاني واحدة طلعت negative 4 over 5 فهتطلع 5x minus 4. لو طلعت عندك نيجاتيف بتكتبيها بوزيتيف، لو طلعت بوزيتيف بتكتبيها نيجاتيف، واللي هو بيكون في الفراكشن في المونيتور بتاخديه جنب الاكس من بره. بس انا لما قلت عدي طلعت انسر تاني طلعت ايه؟ طلعت 5y plus 4 بعد كده البراكت الثانيه 2y minus 3. تمام. هو انت كتبت الواي ازاي؟ انت كتبت الواي؟ هي الواي هي الاكس، يعني هنا واي وهنا واي. هي تنفع اصلا تطلع الكالكوليتر بالواي؟ انا اصلا ما عملتهاش بالكالكوليتر. اوكي كان كاتب اكس. تمام. جودي شاطره بتحل، بتحل منتال كده. ما بعرفش اعملها اصلا بالكالكوليتر، بتطلع لي حاجات ثانيه. مود 53 وخلاص. يلا بقى نحل اللي بعدها. اللي بعدها صعبه شويه، هنحلها بقى في ستيكي نوت كده. فور x باور 2 بلس 1. ده اللي كان الليسون نمبر يمكن 8 فاكتورايزيشن، اللي هو كومبليت 2 سكوير. يعني عايزين نكمل ده نخليه بيرفكت سكوير. نكمله ازاي؟ يعني 4x دي باور 2 في حاجه هتبقى في النص وفي الاخر كده بلس 1. هو انا كنت بجيب اساسا بيرفكت سكوير الميدل تيرم في البيرفكت سكوير ازاي؟ كنت بعمله عشان اجيب الميدل تيرم. نعمل root first و root third وعملهم times 2 كده. root first اللي هو كام؟ اللي هو 2x. تمام. times 1 يدينا 2x، times 2 يدينا 4x. يبقى انا كده محتاج هنا في النص 4x plus 4x. يبقى عشان اعمل plus 4x لازم اعمل minus 4x. دي بقى هنحل دي لوحدها. فريد حل ازاي بقى؟ فاكرين البرفكت بيتحل ازاي؟ بتحل جاست 1 براكت، بتحل 1 براكت بس، تفضل ال 4x زي ما هي. ال 1 براكت ده بنحله ازاي؟ نعمل روت الفيرست اللي هي 2x، روت الثيرد اللي هي 1، ونفس الساين اللي هي في الميدل اللي هي البلس. لغايه كده فاهمين؟ انت مش انت 2x باور 2؟ ايوه. تمام. فاضل ستيب تاني نكمل. دي كده عملنا لها حاجه اسمها كومبليت تو بيرفكت. اكتبوا كده في الامتحان كومبليت. ايوه ال 2x هي هتبقى عليها باور 2. بيرفكت. ازاي عليها باور 2 يا جودي؟ ما احنا بنعمل روت لل 4x باور 2 تبقى 2x، وال 2x بنعملها ملتبلاي 2 ملتبلاي الثيرد يدينا 4x. تمام. نيجي بقى دي كانها ديفرنس بتوين تو سكويرز. يعني هيكون عندي دبل براكت، مره هناخد ال 2x 2x بلس 1 هنا، وال 2x بلس 1 هي تمام، وال 4x وال 4x بس مره هتكون نيجاتيف ومره هتكون بوزيتيف. طب ثانيه يا مستر، هو احنا ليه كتبنا فور بوزيتيف 4x تاني؟ ما احنا كان ال 2x بلس 1 دي كانها حاجه واحده، يعني مش حاجتين، كانها حاجه واحده. فانا هم دبل، باخدهم مرتين، 2x بلس 1 هنا و 2x بلس 1 هنا. وال 4x كانها حاجه بس، باخد 4x هنا و 4x هنا، وبعمل مره بلس ومره ماينس. تمام؟ انا شايف عندي ال 4x لسه فيها حل تاني. انا عندي 2x وال 4x. نحطها مره بالنيجاتيف مره بلس. تمام؟ يعني 2x ماينس 4x يدينا كام؟ يدينا نيجاتيف 2x بلس 1. وعندي 2x وال 4x
هيدينا كام؟ هيدينا 6x بلس 1 نكمل كلير كلير يبقى هنا set of solution عايز set of solution بتاع الديت خلاص ديت بتحلها الكالكوليتر عادي خالص برضو مود 5-3 او نحلها بطريقة جودي اللي هي نعمل 2x يعني بناخد 2x كده وهنا x بنفكر مرة 12 how many times how many يدينا 12 حس الميدل نعمل له minus يدينا negative 2 مستر طلعت 3 ونيجاتيف 2 تمام ايوه فعلا هقول لكم طب والزيرو هنعمل بيها ايه؟ هقول لكم الزيرو ده اللي هي الريزلت يعني خلاص في حاجه هنا قبل دي كانت هتسهل لنا المهمه كلها خلينا ما نعملش الفاكتوريزيشن ده اللي ان احنا نعمل ديفايدد نعمل ديفايدد 2 فيهم كلهم يعني لو عايز تكمل فاكتور 2 هنا كده هنا اوفر 2 اوفر 2 اوفر 2 فتبقى هنا x باور 2 ماينس x ماينس 6 ايكوال 0 الزيرو ده في الاخر خالص يا حنين لما يكون في ايكوال 0 معناها عايز سيت اوف سوليوشن يعني عايز x بكام واكس بكام اللي تطلع عندك في الكالكوليتر لو حليتها كده هتبقى x وx تمام هتبقى هنا 2 و 3 الجريت بالنيجاتيف سمول بوزيتيف ايكوال 0 معناها بقى احنا عايزين الريزلت بقى يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 2 اللي تطلع في الكالكوليتر واكس ايكوال 3 هو عايز كده يعني مستر هو احنا بعد ما طلعنا اللي هي اللي هو الاكس بلس 2 نيجاتيف 3 دي بعديها في يعني في ستيب تانية ولا خلاص؟ الستيب التانية اللي هي بتاعت الكالكليتر اللي هي بتطلع الاكس بكام والاكس التانية بكام ايوه ما بعد ما نعقدناها بعدين خلاص؟ المود ما طلعش كده تعمل اصلا ازاي؟ انا عندي 1 و 2 بس بعد ما 2 5 مود 5 بيبقى عندي 1 و 2 بس اولد كالكليتر ايوه ما هي بالكالكليتر old old تحتك انت old old addition بتاعتك قديمة عملتها fx اكيد 82 81 او 82 نيجي بقى نحل دي 95 نحل دي simplest فانا عندي الاكس بنعمل بلس للباور ولما يعمل بلس للباور لما يجي نعمل ديفايد بنعمل ماينس للباور فدي اللي فوق تبقى اكس باور 8 واللي تحت 3 بقى 8 باور سي بقى هتبقى الاكس باور 5 دي النتيجه النهائيه طبعا الستبس بتاعتها ان بتعمل فوق اكس بلاي اكس باور 8 اوفر اكس باور 3 بعد كده نعمل ايكوال اكس باور 5 نجمع نعمل 6 بلس 2 ماينس 3 صح؟ اي نيجي بقى اللي بعدها ده الفاكتورايز بالجروبنج فشايفين كده جروبنج شايفين عندي هنا 21 وعندي 3 فانا 3 هايست كومن فاكتور يفضل عندي جوه x ماينس 7 وهناخد هنا الـ a هايست كومن فاكتور بعد كده برضه x ماينس 7 كده x ماينس 7 موجوده مرتين يبقى تبقى x ماينس 7 الناتج بقى x ماينس 7 عشان هو مكرر مرتين كل باقيين هنا بلس بقى 3 بلس اللي هي 3 بلس A او A بلس 3 هي هي دي بقى الاخر حاجه بقى بيقول عندي كاردز ترقمها بقى من 1 لغايه 15 عايزين كل البرايم بس طبعا البروبابيلتي فلازم اكتب له البروبابيلتي اوف برايم ايكوال نمبر اوف برايم اوفر نمبر اوف اس لازم اكتب له القانون ده probability of مثلا prime equal number of prime over number of
of sample space. فكده عندي البرايم. تعال نقول البرايم بقى لغايه 15. ايه البرايم لغايه 15؟ 2 3 5 7 11 13. دول كلهم البرايم. 6 over 15. تمام 6 over 15 السمبل بتاعها كام بقى؟ ثانية over 5. طيب make it divisible by 3. عايزين الأرقام اللي بتنفع تتقسم على 3 اللي هي time stable 3 يعني 3 6 مستر divisible by 3 هتلف اللي هي في امتحانات كتير. ماشي يعني ايه divisible؟ يعني ينفع تقسم على 3 يعني time stable 3 اللي هي ايه time stable 3 اللي هي 3 6 9 12 15 هيطلع 5 over 15 over 1 over 3. اخر حاجه بقى فاكرين لما كان البيز ايكوال بيز والباور ايكوال باور. انا عايز محتاج 32 اخليها 2 باور حاجه. يا ترى 2 باور كام؟ 2 باور هاو ميني جيف مي 32؟ ثانية كام؟ 2 باور 5 يا حنين. احنا عايزين 2 باور كام؟ يدينا 32. فنجرب تراي 2 باور كام؟ هكتب له بقى بيز ايكوال بيز زين باور ايكوالز باور. يعني كده عندي الاكس ماينس 2 ايكوال مدينا هنا ال find the x. x equal كام بقى؟ ماشي بال x equal كام كده؟ 7 ال x 7. تمام. في عندي next page تاني؟ لا خلاص.